مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الرئيسية لليوم بشو صار ورح نحكي فيه عن ازدياد نسبة النزوح من مناطق ريفي إدلب وحماة مؤخرا نتيجة زيادة القصف على هذه المناطق مع تحذيرات من قبل المجالس المحلية والدفاع المدني من ازدياد أعداد النازحين. طبعا الأمم المتحدة صرحت أن عدد الأشخاص النازحين قد وصل إلى 90,000 شخص خلال الشهرين الماضيين. رح نناقش هذا الموضوع لكن بعد ما نشوف هالتقرير. يجمعون تفاصيل ذكرياتهم وما تبقى من أحلامهم مجددا. إلى أين ولماذا؟ أسئلة باتت تستعصي أجوبتها على السوريين. واليوم مجددا في ريفي حماة وأدلب تكتمل قصة النزوح إلى المجهول. تقارير الأمم المتحدة القائلة بنزوح ما يقارب 90,000 شخص خلال الشهرين الماضيين لم تنفض الغبار عن طرقاتهم الوعرة ولم تسعف كلماتهم المكتوبة على الورق في إيقاف اللغة التي يتقنها جيش النظام منذ عدة سنوات. أرقام أخرى قدمتها المجالس المحلية والدفاع المدني عن أعداد الضحايا وحجم الدمار الذي يطول المباني تنذر بكارثة مستقبلية لمناطق ريفي إدلب وحماة وزياد نسبة النزوح يوما تلو الآخر مع وجود 50% ممن خرجوا من بيوتهم دون أمتعتهم ما يزيد الوضع صعوبة عليهم. ما أطلق عليها مناطق خفض التصعيد ومنذ ذلك الحين أصبحت مناطق زيادة الدمار مع كثرة تساؤلات الناس عن دور هذا الاتفاق وعن مصير هؤلاء. ومع تكرار النزوح باتجاه شمال إدلب هل تتحمل مناطق الشمال السوري استمرار موجات النزوح المتكررة؟ حتى نحكي أكثر عن هالموضوع رح يكون معنا في الاستديو الأستاذ عيسى عبسي سماسم مدير الملف السوري في صحيفة وموقع العربي الجديد. مساء الخير أستاذ عبسي. أهلا وسهلا. رح ينضم معنا عبر السكايب مدير مديرية إدلب للدفاع المدني في إدلب الأستاذ مصطفى حاج يوسف والدكتور المهندس أحمد فراس علوش رئيس مجلس مدينة إدلب. أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم جميعا. قبل ما نبدأ حديثنا رح أطرح سؤال حلقة اليوم. نزوح 90,000 شخص من ريفي حماة وإدلب، هل تتحمل مناطق الشمال السوري موجة نزوح جديد؟ هذا السؤال موجود على صفحة التلفزيون السوري على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. أستاذ عبسي رح أبدأ معك بسؤال حلقة اليوم، برأيك مناطق الشمال السوري هل فعلا تتحمل موجات نزوح جديدة؟ يعني بالحقيقة يعني في شغلة بموضوع النزوح من المناطق من نزوح السلاح أنه هي أساسا كانت مناطق نزوح. يعني هون بصير في إشكالية كبيرة. يعني محافظة إدلب يعني اللي هي كانت يعني ضمن إحدى المناطق الآمنة الأربعة اللي هي بالأخير تم تهجير يعني كل المناطق بين قوسين يعني المناطق الآمنة الأخرى لها، يعني سواء من ريف دمشق أو من ريف حمص أو من مناطق درعا أو مناطق الجنوب السوري، بالإضافة لاستقبال أعداد كبيرة من النازحين. فهي صارت هي منطقة كتير مكتظة بال يعني صحيح. بالسكان بالنازحين أساسا. يعني أجا بعدين بالسنة الماضية اتفاق سوتشي بين الرئيس الروسي والرئيس التركي اللي هني يعني اعلنوا المنطقه هاي اللي عم بيصير فيها عمليه النزوح اللي هي المنطقه منزوعه السلاح اللي يعني على اساس انه هو الاتفاق انه يتم تجنيب المنطقه او كل محافظه ادلب هجمات من النظام بضمانه روسي وتركي طبعا بعد ابعاد ايران عن الاتفاق، لانه كان هو الضامن ايراني روسي تركي يعني تم الاتفاق بالاخير روسي تركي. هل بهاي الحالة يعني المنطقة نفسها هي كانت بتضم بحدود ال 470,000 شخص هني سكان المنطقة نفسها، هي المنطقة منزوعة السلاح بالإضافة لنازحين أساسا يعني. فصارت تتم عمليات النزوح بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير، يعني لا تتم الى مناطق ادلب داخل مناطق ادلب. لا. يعني مثلا اللي ساكن بمنطقه جرجناز لما تنقصف جرجناز يروح ينزح لمنطقه المعره او ينزح لمنطقه خان شيخون.
بترجع تنقصف منطقة خان شيخون، فيرجع يتراجع لورا شوي يعني على أساس أنه هو عم يبتعد عن يعني عن مرمى المدفعي تبع تبع النظام، لأنه القصف في البداية ما كان في استخدام للطيران. هلأ بعدين شفنا الموضوع انفلت أكثر وصار يرتكب مجازر بالطيران، وصار يرتكب مجازر من قبل حتى الطيران الروسي، يعني يعني الضامن هو اللي صار صحيح وبالتالي يعني المنطقة يعني أساسا هي لا تحتمل أي شكل من أشكال النزوح الأخرى، يعني يعني حتى نحن لاحظنا أنه عمليات كمان النزوح اللي عم بتتم يعني لمناطق داخلية بإدلب، يعني هني عم بيصير في عملية اكتظاظ يعني أخرى ضمن المخيمات نفسها، وعم بيصير في نوع من إنشاء يعني شكل من أشكال الخيام أو شكل من أشكال المخيمات حول بعض القرى، يعني صحيح وجميعها مؤقتة ولا تفي بالغرض. راجعي لك استاذ عبد الشيخ، معنا بدنا ننتقل للاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى مساء الخير، عم تسمعنا؟ مساء النور، معك اخي معك. لو تحكي لنا لو سمحت، ما الذي قدمتموه للنازحين؟ يعني وهناك لانه مثل ما شفنا بالتقرير في تخوف من ازدياد العدد في الايام القادمه، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ اخي الكريم، في البدايه النسبه اللي او العدد 90,000 نسمه هي اعداد جديده بدات منذ بدايه الشهر الثاني او من 9/2 من بدايه الحمله العسكريه المكثفه التي شنها النظام بالمدفعيه الثقيله ثم بالطائرات على المناطق المنزوعه السلاح والمناطق الداخل في العمق ايضا. هناك كان عندنا نزوح قديم في ريف حماه الشمالي، مدينه كفر زيتي، مدينه خلينا نحكي على النزوح الجديد لو سمحت. كريم بس مشان نعطي صوره نحن واضحه، المناطق المنزوعه السلاح هي بالاساس كانت مناطق منزوعه من السكان في الاساس، ثم امتدت الهجمات بالصواريخ وبالمدفعية الثقيلة إلى المناطق التي تلي منطقة المنزوعة السلاح مثل مدينة خان شيخون، مدينة معرة، مدينة السراقب وأرياف مدينة كفرنبيل، أيضا الأرياف المحيطة بهذه المدن الكبيرة. بلغت أعداد النازحين حاليا حسب المنظمات، طبعا حسب المنظمات الإغاثية، أكثر من 200,000 نسمي. نحن بدورنا كدفاع مدني قمنا بالمساعدة المدنيين في كل هذه المناطق، في إجلائهم إلى مناطق أكثر أمانا في العمق أو إلى المخيمات التي بنيت حديثا بطريقة للأسف كذلك الأمر لطريقة عشوائية في المنخفضات وفي السهول التي تعرضت كما شهدتم إلى فيضانات وسيول اقتلعت الخيام وقطعت الطرقات. رح أرجع لعندك أستاذ مصطفى بس بدي أنتقل لعند أستاذ أحمد. يعني اليوم أحوال الأهالي بعد النزوح، هل يجدون مكان مناسب فعلا توفر فيه الرعاية ولو الأولية، ومن يهتم أصلا بشؤونهم؟ أستاذ أحمد؟ دكتور فراس، نعم تفضل. أهلا وسهلا، رح أرجع الحقيقة نعم معي. سمعت سؤالي؟ نعم تفضل. الحقيقة بالنسبة للنازحين اللي نزحوا بسبب القصف الهمجة والمجازر اللي تم ارتكابها في قرى إدلب خاصة في منطقة الجنوب، اليوم شهدنا عدة مجازر في سراقب وغيرها من المدن والأرياف في جنوب إدلب وشرقها. الحقيقة أدى هذا الأمر إلى نزوح عدد كبير من الأهالي منذ شهر وأكثر، وما زال الأمر مستمر. هذا طبعا شكل عبء كبير على النازحين والمناطق الأخرى، يعني لا المخيمات عم تستطيع تستقبل أعداد أخرى ولا مدينة إدلب مثلا بالذات. نحن في مدينة إدلب 90,000 يعني نازح، عدد هائل يعني لا يستهان به. نعم بالأساس نحن في عنا مدارس مشغولة من قبل النازحين والمهجرين، يعني بالأساس في عنا كارثة إنسانية حيث لا نستطيع استقبال أي نازح آخر. فالعدد الإضافي اللي بيجينا بهاي الفترة الحقيقة بيعانوا الأمرين، لا يوجد مكان ليجلسوا فيه ويؤويهم. أين هي أماكن تجمعهم الآن أستاذ؟ لو تشرح لنا أماكن تجمعهم الآن، من يساعدهم، من يقدم لهم العون، كيف هي أحوالهم؟ لو تشرح لنا لو سمحت سريعا. الحقيقة يعني من يستطيع أن يساعدهم يقدم لهم الخدمات البسيطة
ولكن من الناس النازحة يعني بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى طعام، إلى سكن. يعني النازح يترك كل شيء خلفه وينجو بحياته، يترك العفش والبيت والملابس وكل شيء خلفه في البيوت التي هاجر منها. فعندما يهاجر إلى أي مكان آخر يحتاج إلى كل شيء، وكأنه يعني يبدأ من الصفر. صحيح صحيح. طبعا هذا يحتاج إلى دعم هائل جدا، سواء من المنظمات، سواء من الدول أو من الحكومات. نحن مثلا في مجلس المدينة ليس لدينا الإمكانية الكافية حتى نساعد الإخوة النازحين. يعني حتى في موضوع البراكات عدت فترة من أجل إعادة تنظيم البراكات، ولكن وجدنا أن هناك بعض العائلات التي بحاجة ماسة جدا للعمل ضمن هذه البراكات برأس مال بسيط، ومن أجل أن تؤمن على الأقل قوت عائلتها. فأجلنا الموضوع لعدة أشهر من أجل المساعدة من مجلس المدينة لهؤلاء الأخوة النازحين والمهجرين من أجل تأمين قوت يومهم على الأقل. نعم. فالحقيقة النازحين بحاجة جدا إلى كل المساعدات الممكنة، سواء خيام أو سكن أو طعام أو إغاثة أو إسعاف أو ملابس، وخاصة أن هذا النزوح ترافق مع يعني منخفضات جوية وظروف جوية يعني سيئة للغاية. لاحظنا جميعا كيف أن الفيضانات يعني أتت على معظم المخيمات. رح أرجع لك أستاذ أحمد ونتوسع بالموضوع أكثر. بخلينا نشوف نحن والسادة المشاهدين الإنفوغراف اللي رح نحكي فيه عن وضع النازحين في ريفي إدلب وحماة. خلينا نشوفه سوا. أستاذ عبسي، يعني برأيك هل سيستمر هذا السيناريو من قصف ونزوح؟ ويعني ماذا يخبئ المستقبل حسب قراءتك لهؤلاء؟ يعني إن كان الشمال قد لا يسعهم قريبا، هناك يعني البعض يقول ستكون هناك موجات نزوح جديدة. ما هو الحل؟ إلى أين سيتجهون؟ خاصة أن الأمم المتحدة يعني فقط تشعر بالقلق. يعني المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دورك صرح أنه يشعر مع زملائه في المجال الإنساني بالقلق. يعني لماذا فقط القلق هو ما يحصل عليه السوريون من الأمم المتحدة؟ نعم، يعني هو موضوع إدلب مشكلته أنه هو مرتبط ب يعني بمجموعة متغيرات ومجموعة مصالح بين كل الدول الفاعلة بالقضية السورية. يعني نحن شفنا مثلا انه يعني سيناريو أسيتانا اللي كانت في تركيا وروسيا وإيران،
دائما روسيا وإيران يعني كانت تضغط باتجاه يعني تمكين النظام من مناطق إضافية في ومكنته من معظم مناطق خفض التصعيد. هلا تجميع الناس في محافظة إدلب شكل مشكلة بالنسبة لأوروبا يعني صار في خوف من انه اي عمليه جديده فممكن تؤدي لموجه يعني نزوح هائله لاكثر من 3 ملايين بني ادم ممكن يشكلوا ضغط على اوروبا وكمان بيشكلوا ضغط على تركيا اساسا يعني كمان فتركيا يعني كمان تلعب على تضارب المصالح بين الولايات المتحده وبين روسيا يعني يعني نحن اللي شايفينه حاليا يعني انا بدي احكي لك بصراحه يعني الموقف التركي صاير يعني مثل اذكان واحد عم ياكل قتله والثاني جاي ماسكه ومخلي الثاني يضربه يعني يعني الناس اللي هن موجودين بمحافظه اللي بنيه يتلقوا دائما القصف وغير مسموح لهم بموجب اتفاق سوتشي ان يقوموا باي عمليه رد. طبعا هذا الموضوع يعني هو دائما الروس يسعون يعني يحاولون قبل اي يعني استحقاق دولي اذا بدنا نقول يعني خصوصا هلا في نحن عندنا موضوع يعني اسيتانا القادم يعني في 25 26 الشهر المقبل فدائما قبل اي استحقاق يقوم الروس بالضغط يعني اللي هو نتيجته دائما هو اللي بيتحمل نتائجه المدنيين فدائما بيكون يعني عملية ضغط عسكري من شان تحقيق المزيد من المكاسب. للأسف يعني كمان كيف ترى مستقبلهم أستاذ عبسي؟ يعني بالحقيقة يعني أنا إذا بنحكي بصراحة يعني لا يوجد أي سيناريو ممكن فيك يعني تقوم بعملية تحليل واضحة لمستقبل الوضع في إدلب لأنه هو مفتوح على كل الاحتمالات. في خيارات يعني أخرى يعني هل هناك يعني بس أحكي لك بصراحة يعني هلا أول شغلة يعني ضمن الاتفاق اللي هو صار يعني أمر واقع آخر اتفاق اللي هو اتفاق سوتشي كان في متطلبات على الجانب التركي لم يتم يعني استيفاء اي منها يعني كان اول اتفاق هو تحييد المنظمات الارهابيه وعلى راسها هيئه تحرير الشام يعني يعني بالمحصله تم تمكين هيئه تحرير الشام من السيطره على كل محافظه ادلب وبالتالي تم اعطاء الذريعه لاي قصف او اي عمليه ممكن ان يقوم بها الروس بالمقابل لا يمكن يعني روسيا بالنتيجة كمان هي لا تتحمل تبعات عملية عسكرية يعني تماماً بإدلب. أنا ممكن يعني ستقول يعني ممكن أنا هيك كتوقع يعني ممكن يتم التوافق لأنه كمان تركيا لها مصالح بشرق الفرات يعني كمان نحن ما ننسى الموضوع فهي دائما عملية مفاوضة بين مصالح الدول الفاعلة بالشأن السوري السوريين للأسف ما عندهم أي قرار فبالنتيجة محافظة مصيرها مرتبط بكل العملية بين الدول الفاعلة بالمنطقة وخاصة الأمريكان والروس وتركيا بعد ما تراجع الدور الإيراني بالموضوع زائد أنه هناك احتمال أن يكون هناك يعني عملية تفريغ لهذه المنطقة منزوعة السلاح من أجل تمكين النظام بعض المناطق منها يعني نحن مثلا في عندك في بعض المناطق بريف إدلب الغربي هي مناطق استراتيجية بالنسبة للروس كونها قريبة من حميميم هناك مناطق استراتيجية بالنسبة للنظام في ريف حما الشمالي وبعض مناطق ريف إدلب الجنوبي فكل السيناريوهات مفتوحة ولكن أقربها ممكن يكون في تمكين للنظام بعض المناطق رح أرجع يعني. لك أستاذ عبسي بس رح أنتقل لعند أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى بدي أسألك هل عندك معلومات أو حتى أرقام عن المناطق اللي عم تتعرض للقصف وعن حجم الدمار اللي عم تتعرض له؟ المناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي تقريبا بالمجمل تتعرض لقصف يومي بالإضافة إلى ريف حماة الشمالي. حتى الآن سجلنا نحن 161 شهيد في تلك المناطق منذ بداية الحملة في 9/2/2019 بالإضافة إلى 500 مصاب تقريبا. إذا تكلمنا عن النزوح أصبحت هذه المناطق كلها مهجورة. طيب احكي لنا شوي عن أوضاع النازحين وهل هناك إذا تكلمنا عن الدمار فالمناطق أصبحت شبه مدمرة بسبب تكثيف القصف برجمات الصواريخ. النازحين تركز نزوحهم بالمجمل إلى الحدود التركية إلى المخيمات العشوائية بالمجمل ليس هناك إلا بضع مخيمات منظمة باقي المخيمات أصبحت عشوائية
تتعرض بشكل دائم إلى الفيضانات وإلى السيول الجارفي. فعلا وضع النازحين في تلك المخيمات وضع مزري، يحتاج إلى تدخل سريع، إلى تدخل دول، إلى تدخل منظمات سريع. الدفاع المدني يقدم ما أمكن تقديمه بآلياته من تسهيل طرقات. نعم، ولكنها غير كافية الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني. للأسف الشديد الكارثة نحن حذرنا منها منذ بداية التمهيد النظام لعملية عسكرية في إدلب، حذرنا من النزوح إلى الشمال السوري، ولكن لم يكن هناك عملية عسكرية، وإنما كان هناك عملية ممنهجة لتهجير المناطق التي يظهر أنها تهجير منطقة تلو المنطقة. في الأخير سنلاحظ أن 4 مليون نسمة سيصبحون في المخيمات إن لم يكن هناك تدخل سريع من الدول والمنظمات. نعم. أستاذ أحمد، حابين نعرف منك، ذكرت طبعا ببداية الحوار حضرتك أنه أحوال النازحين سيئة جدا، ولكن ألا يوجد هناك منظمات إنسانية أهلية كوادر محلية تلبي بعض احتياجات هؤلاء النازحين؟ نعم، الحقيقة يوجد من يقدم العون والمساعدة، ولكن هذه الإمكانيات بسيطة جدا وضعيفة، ودعم النازحين وتأمين المأوى والطعام يحتاج إلى جهود دول وليس جهود منظمات أو مساعدات بسيطة من بعض الفعاليات المدنية. نلاحظ نحن بالفترة الأخيرة بأن النظام وأتباعه يستخدمون القنابل العنقودية المحررة دوليا. طبعا هذا الشيء من يتابع الأمر يلاحظ بأن الهدف من هذا الأمر هو تهجير المدنيين وقتلهم. يعني القنابل العنقودية شو الهدف منها؟ فقط قتل المدنيين وإصابة أكبر عدد ممكن من المدنيين. يعني القنابل العنقودية أصبح شبه يومي استخدامها. فاليوم مثلا يوجد 10 شهداء، اليوم فقط يوجد 10 شهداء نتيجة القنابل العنقودية. إذا نلاحظ بأن الهدف من عملية القصف هو تهجير المدنيين. نعم. وعدم وجود حياة مدنية مستقرة يعني لهؤلاء المدنيين. نتمنى دكتور أحمد أنه تلاقوا حل فعلا، أنه تتضافر جهودكم، لو تسمح لي، أنه تتضافر جهودكم لإنقاذ هؤلاء النازحين وتقديم أي شيء تستطيعون تقديمه. أنا للأسف انتهى وقتي، بدي أطرح سؤال حلقة اليوم. نزوح 90,000 شخص من ريفي حماة وإدلب، هل تتحمل مناطق الشمال السوري موجة نزوح جديدة؟ نعم 29% ولا 71%. إذا أستاذ عبسي النتيجة لا، يعني 71% هيك بتشوف الناس أنه الشمال السوري غير قادر على استيعاب أعداد جديدة. تعليق سريع لو سمحت. نعم بالتأكيد، يعني وبالمطلق يعني 100% أنه الشمال السوري لم يعد يحتمل أي عدد من النازحين، لأنه هو أساسا يعني المنطقة كلها صارت مكتظة بالنازحين، مع يعني تسكير لكل المنافذ اللي ممكن. هل هناك من عندك لهؤلاء النازحين؟ يعني أنا سمعت يعني من قبل نصائح من بعض السياسيين أن هناك ليس هناك عملية عسكرية، وليس هناك يعني كان هناك نصائح بأن يبقوا في بيوتهم، ولكن أنا أعتقد أن يعني الموضوع الأمان عندما الشخص يشعر بأنه مهدد بأمن الشخصي، فهو يجب عليه الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا، يعني لتجنب يعني أقل عدد من الضحايا. يعني بدي اشكرك استاذ عبسي السماسم، كنت معنا بالاستديو مدير الملف السوري في صحيفه وموقع العربي الجديد، وعبر السكايب كان معنا مدير مديريه ادلب للدفاع المدني في ادلب الاستاذ مصطفى حاج يوسف، وكان معنا كمان الدكتور المهندس احمد فراس علوش رئيس مجلس مدينه ادلب. شكرا لكم جميعا. مكملين معكم مشاهدينا، لكن بعد هالفاصل.